السلام عليكم. سلام الله وبركاته. اتفضل. والله كنت عايز اسالك، بس احنا رحنا الحج وما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وما بيتناش في منى. لماذا لم تبت في منى؟ ما ورناش مكان الشركي ورحنا على السكن، وبعدين كنا عملوا لنا دم، الشركه عملت لنا دم. هل يعني عمل ذبح الدم مقابل التخلف عن المبيت في منى؟ هم اللي ذبحوا. بس اذا حجك صحيح، لا اثم عليك، اذا حجنا صحيح ان شاء الله.